عروض الحليب، هنبدأ بأول حاجة حليب البودرة. في أول حاجة لونة اللي هو 2 كيلو ربع، نازل من 78 وربع ل 69 ريال. 2 كيلو ربع 69 بدلا من 78 وربع. في برضو عرض على ده لونة كله، ده في فريشكو اللي هو 900 جرام، اللي هو الحجم الصغير ده. فريشكو ده 900 جرام، نازل من 28 ل 24 ريال. 900 جرام 24 ريال. برضو هنا في فريشكو اللي هو 2 كيلو وربع، نازل ب 43 بدلا من 52. 2 كيلو وربع فريشكو 43 ريال بدلا من 52. هنخش بقى على نيدو اللي هو الحجم بتاعه 1950، 1 كيلو 950، نازل من 87 ل 83 ريال، اللي هو العلبة الناس واخدة منه اهو، اللي هو العلبة. في كمان انكر اللي هو 2.5 كيلو، نازل من 95 ل 85 ريال، يعني 10 ريال التخفيض، اللي هو 2.5 كيلو. في كمان الطائي ده نازل عليه عرض كمية أكثر سعر أقل، اللي هو 1 كيلو 800، لو خدت حبة واحدة فقط ب 70 ريال بدلا من 83، لو خدت حبتين 120 بدلا من 166 ريال، تخفيض كبير جدا لو خدت اتنين، اللي هو الطائي. الاتنين ب 120 بدلا من 166، الواحدة فقط ب 70 ريال. في كمان الخير اللي هو 2.5 كيلو، 2.5 كيلو نازل من 113 ل 105 ريال، اللي هو حليب الخير، حليب بودرة برضو في العلبة 2.5 كيلو. دي كل عروض الحليب اللي هي البودرة. عروض الحليب الكرتون، في عرض على نادك اللي هو 4 لتر مع بعضيهم، نازل من 24 ل 21 ريال. ده العرض اللي انا شايفه الوحيد هنا، يعني ممكن يكون في عروض تانية هم مش حاطين لسه الاستيكر، ولكن ده العرض اللي انا شايفه هنا في حليب الكرتون اللي هو نادك، ال4 لتر نازلين من 24 ريال ل 21 ريال. عرض برضو على نادك، عرض على نادك اللي هو كام، اللي هو 100 200 ملي، 200 ملي او 185 ملي. الكرتون فيه 18 اللي هو بالفانيليا والشوكولاته والفراوله، نازل عرض كميه اكثر سعر اقل، لو خدت عبوه واحده ب 30 بدلا من 38.5، لو خدت عبوتين ب 55 ريال، 55 ريال بدلا من 77 ريال. ده اللي هو نادك. هنقول العرض تاني، كمية أكثر سعر أقل، لو خدت كرتون واحد ب 30 ريال، لو خدت 2 كرتون 55 ريال، يعني في توفير 5 ريال لو خدت الاتنين مع بعض. طبعا اللي هو نادك اللي هو كام، 185 ملي في 18 أو 200 ملي في 18، كل الأنواع منه، فيه بالفانيليا والشوكولاتة والموز والعادي. في كمان عرض على حليب ندى اللي هو 125 ملي في 18 حبة، الكرتون نازل برضو عرض بدلا من 22.5 17 ريال، نازل 17 ريال بدلا من 22.5، كل الأنواع منه نفس الحجم. دي عروض الكرتون على نادك وعلى ايه، وعلى ندى. عرض قوي جدا على حليب السعودية، احنا قلنا مفيش عروض على حليب السعودية، ولكن لقينا موجود عليه عرض هنا في مكان تاني، ناس كتير واخدة منه، نازل من 70 ريال حصري للأعضاء ب 60 ريال، يعني نازل عرض 10 ريال، ناس كتير واخدة منه زي ما احنا شايفين. الكرتون فيه 12 لتر حليب السعودية اللي هو حليب الكرتون، نازل عرض حلو جدا حصري للأعضاء، أعضاء باندا بلس، نازل ب 60 بدلا من 70 ريال. عروض الحليب المكثف المحلي، في المراعي 3، يعني 2 زائد 1 مجانا، نازلين ب 20 ريال بدلا من 36 ريال، عرض حلو جدا. الواحدة 397 جرام، ده اللي هو المراعي. في كمان جودي نازل الحبة الواحدة ب 6 ريال بدلا من 10 ريال، الواحدة 395 جرام، ده اللي هو جودي.
بعد كده شفنا المراعي وشفنا جودي في حليب مكثف محلي لونة الواحدة 90 جرام، يعني حجمه صغير جدا. الاتنين حبة بدلا من 10.5 نازلة 8 ريال الاتنين حبة، برضو من الحليب المكثف المحلي الطائي الواحدة 397 جرام نازلة من 10 ريال ل8 وربع، من 10 ريال نازلة 8 وربع. في كمان اللي هو ميليزيانا، ميليزيانا ده شبيه حليب مركز محلي، ده نازل 3 حبات من 16.5 نازل 13.5، يعني نازل 3 ريال. ده كل العروض اللي هي موجودة، مفيش على نسلة. طبعا أشهر حاجة نسلة دي مفيش عليها عرض، مش شايف أنا عليها عروض. دي كل عروض الحليب المكثف المحلي. عروض الحليب المبخر، عروض الحليب المبخر هنا في الطائي، الطائي فيه هنا 3 حبات، ال3 حبات الواحدة 170 جرام نزل عليهم عرض بدلا من 10.5 نزل 9 ريال، في ناس واخدة منه اللي هو الطائي ده. في لونة نزل عرض حلو جدا، لونة 3 حبات الواحد 170 جرام برضو، سواء قليل الدسم أو كامل الدسم، لونة 170 جرام ال3 حبات نازلين من 12 ل7.5، ناس واخدة منه برضو كتير هنا. ده حليب المبخر لونة، يبقى كده في لونة وفي الطائي. بوني مش شايف انا عليه عروض، بس في ناس واخده منه اللي هو بوني. بوني ده يعتبر اشهر حاجه، يعني دي عروض الحليب المبخر. عروض حليب الاطفال في بنده هنا يا جماعه، في عرض على حليب اطفال نان رقم 4، رقم 4 نازل من 39 ل 35 ريال، يعني عرض تخفيض يعني 4 ريال، يعني ده رقم 4 اسمه نان 400 جرام. في كمان برضو هنا نوع تاني حليب اطفال اس جولد، ده الاسم بتاعه هو اس جولد، 400 جرام برضو نازل عرض من 40 ريال ل 35 ريال، يعني تخفيض 5 ريال. كمان في من عروض الحليب للاطفال، في حليب اطفال اللي هو ده الاسم بتاعه اللي هو سيملايك جولد او سيملاك جولد 4، ده نازل من 86.5 ل 80 ريال، يعني 6.5 ريال، الحجم بتاعه 900 جرام. في كمان من عروض حليب الاطفال، عروض حليب الاطفال اللي هو بيديا شور، ده كل اسبوع بينزل عرض، الأسبوع ده نازل على اللي هو ده غذاء للأطفال بيدياشور بالفانيليا، نازل من 113 ل 90 ريال، يعني نازل 23 ريال، هو اللي هو نازل على الشوكولاتة والفانيليا من 113 نازل 90 ريال. وكمان في عرض هنا على حبوب الإفطار، حبوب إفطار للأطفال ده عضوي، حبوب إفطار مع الأرز 1+1 نازل من 42 ل 21 ريال، ده حبوب إفطار اللي هو ده، اللي هو ده، ده حبوب إفطار عضوي، ده الاسم بتاعه. الوزن بتاعه كام؟ 200 جرام، 1+1 نازل من 42 ل 21 ريال. دي كل العروض اللي هي في حليب الأطفال وحبوب الإفطار. جوز الهند شركة فريشلي عامل عليه عرض هنا، الواحد 400 جرام الاتنين حبة نازلين من 11 ريال ل 8.95 ريال أو ل9 ريال، يعني حليب جوز الهند شركة فريشلي الواحد 400 جرام نازل العرض على الاتنين بدلا من 11 ريال نازل 9 ريال، ده حليب جوز الهند في ناس بتسأل عليه. وهنا من عروض الحليب في حليب بروتين، حليب بروتين نادك في بالفانيليا والشوكولاتة، حليب طبعا مدعم بالبروتين متنوع، 250 جرام نازل الاتنين حبة من 8 ريال ل6.95 ريال، 6.95 ريال بدلا من 8 ريال، الواحدة 250 جرام. الحليب العادي بقى الأسعار بتاعته ثابتة، مفيش أي عروض، يعني الصافي، الصافي لتر ونص ب8.5 هنا في بندا، دي أسعار بندا على الحليب، الصافي لتر ونص ب8.5. في كمان المراعي
المراعي اللي هو الاتنين لتر ب 11 ريال، المراعي 2 لتر ب 11 ريال، في المراعي نص لتر ب 4 ريال، في ال 180 مللي ب 2 ريال. طبعا عارفين الحليب طبعا اسعاره زادت الفتره الاخيره. في نادك اللي هو الحجم الكبير اللي هو الاتنين 3 لتر الا ربع نزل ب 14 ونص، او سعره 14 ونص. في الصافي 2 كيلو 900 ب 14 ونص. المراعي زي ما احنا قلنا الاتنين كيلو بتسعة ونص، في هنا نوع بتسعة ونص هنا، لا ده نادك بتسعة ونص. المراعي ب 11 ريال اللي هو الاتنين كيلو. احنا كده بناخد فكرة بس على الحليب. في نادك برضو الواحد لتر و400 بكام؟ واحد لتر و400 ب 8 ريال. في المراعي اللي هو الواحد لتر ب 6 ريال. ندى 800 مللي ب 5 ريال. المراعي الحجم العائلي، المراعي الحجم العائلي اللي هو الاتنين لتر 850 ب 14 ونص. دي اسعار عادية من غير اي عروض. حبينا بس ناخد فكرة على اسعار الحليب في بالعروض. السكر، في سكر الاسرة اللي هو العشرة كيلو او العشرة كيلو زائد 2 كيلو مجانا، الناعم او الخشن عرض حصري للأعضاء نازل ب 30 ريال، نازل 30 ريال بدلا من 38 ونص. ال10 كيلو او لو لقيت كمان 12 كيلو، يعني بيكون مكتوب عليه 10 كيلو زائد 2 كيلو مجانا، نفس السعر برضو 30 بدلا من 38 ونص. سكر الأسرة، الخشن او الناعم. العروض اللي هو بديل السكر او استيفيانا. استفيانا ده نازل اللي هو الباكت الصغير ده 20 25 ظرف، ده نازل من 10 ريال ل 8 ريال. الظرف الواحد واحد ونص جرام، في 25 ظرف، نازل من 10 لكام؟ ل 8 ريال. في اللي هو استفيانا اللي هو بقى اللي هو الفرط ده، نازل من 23 ونص ل 17 ريال، اللي هو ال 200 جرام اللي هو بالجرام، يعني نازل بين 23.5 ل 17 ريال. في استيفيانا في نوع جديد زي ما احنا شايفين كده، ده 150 جرام، 150 جرام، ده نازل من 26 ل 20 ريال. ده بديل السكر برضه، استيفيانا 150 جرام. في انواع تانية بقى، في النوع ده مثلا 50 حبة، ده نازل من 27 ل 15 ريال. في نفس النوع برضو 25 حبة حجم صغير، نازل من 12 ريال ل 9 ريال. في برضو هنا نوع تاني هو نازل من 33 ل 27 ريال، ده اللي هو 100 حبة، 100 حبة في 200 جرام. في السكر البني، سكر البني اللي هو 1 كيلو نازل ب 13 بدلا من 16 ريال. سكر بني، في سكر عضوي نص كيلو نازل من 23 ل 18 ريال. دي كل عروض بديل السكر والسكر البني. عروض الشاي في بندا، في ريد ليبل اللي هو الفرط 800 جرام نازل من 35 ل 25 ريال، يعني تخفيض 10 ريال. هو الفرط 800 جرام. في ريد ليبل اللي هو الفتلة 100 حبة نازل من 15 ل 11 ريال. دي عروض اللي هو شاي اللي هو ريد ليبل. كمان في عرض على باجا، في عرض هنا قوي جدا اللي هو 200 كيس اللي هو التقيل، النوع اللي هو التقيل 200 كيس، نازل 1+1 ب 31 ريال بدلا من 62 ريال حصري للأعضاء. ده شاي باجا. برضو في عروض شاي باجا اللي هو شاي احمر اللي هو 100 حبة نازل من 17 ل 15 ريال، من 17 ل 15 ريال، ده تخفيض 2 ريال. كمان الاقوى اللي هو الربيع 200 جرام، 200 جرام 100 كيس، 100 كيس اللي هو الاقوى اللي هو الناعم ده، نازل من 14 ونص ل 11 ريال، من 14 ونص ل 11 ريال اللي هو الربيع.
كمان من عروض الشاي اللي هو الربيع اللي هو 300 حبة، الربيع إكسبريس نازل من 40 ريال ل 35 ريال، اللي هو 300 حبة الحجم الكبير. الميجا 35 بدلا من 40 ريال. ليبتون أنا مش شايف عروض على الليبتون. من عروض الشاي كمان في شاي الربيع اللي هو الأوراق الكاملة الكيلو. الأوراق الكاملة ده الكيلو نازل ب40 بدلا من 45.5. ده أوراق كاملة شاي الربيع، شاي فرط يعني 1 كيلو، نازل من 45.5 ل 39.95 ريال، هنا ل 40 ريال. عود الشاي الأخضر، أول حاجة فيه ليبتون، ليبتون هنا اللي هو 100 حبة نازل من 30 ل 24 ريال، اللي هو شاي أخضر بالنعناع أو بالليمون أو شاي أخضر عادي، اللي هو ليبتون نازل من 30 ل 24 ريال، الباكت فيه 100 حبة. كمان في باجا شاي أخضر 100 حبة برضو أو 100 فتلة، نازل من 22 ل 18 ريال، اللي هو الباجا. كمان الربيع، الربيع بقى فيه أنواع كتيرة جدا، في شاي أخضر بالنعناع، شاي أخضر بالنعناع المغربي، شاي أخضر بالليمون، شاي أخضر عادي، شاي أخضر بالزنجبيل. كل ده نازل ب18 ريال بدلا من 26 ريال أو بدلا من 30 ريال، في أنواع يعني مختلفة، كله سعر واحد نازل 18 ريال، الباكت فيه 100 فتلة. ده بالنسبة لعروض الشاي الأخضر. برضو من عروض الشاي في شاي أحمد، نازل عرض حلو جدا، كمية أكثر سعر أقل، لو خدت حبة واحدة فقط ب16 ريال بدلا من 21 ريال، لو خدت 3 حبات طبعا كله كل الأنواع منه اللي هو الباكت اللي فيه 100 كيس، لو خدت 3 عبوات ب40 ريال، يعني الواحد ب13 ريال وشوية كده، يعني 13 ريال و30 هللة مثلا. لو خدت 1 ب16، لو خدت 3 بكام؟ ب40 ريال بدلا من 63 ريال. شاي أحمد اللي هو 100 جرام. سواء الشاي العادي أو الشاي الأخضر، برضو شاي أخضر أحمد برضو نفس السعر كده، 1 ب16، 3 ب40 ريال. عروض القهوة، في عرض هنا على القهوة المفلترة مايسترو 250 جرام، نزل عليها عرض من 34 ل 29 ريال. ده عرض على القهوة اللي هي مايسترو، قهوة تركية. كمان من عروض القهوة في كيف المسافر، دي كيف المسافر، دي العبوة فيها 12، فيها 5، العبوة فيها 5، الواحدة 12 جرام، نزل عليها عرض من 31.25 ل 26 ريال. في كمان اللي هو الخير، الخير اللي هو حجم كام؟ الحجم 2 كيلو، 2 كيلو بن الخير 2 كيلو، أو قهوة الخير 2 كيلو، نازل من 84، اللي هو الأحمر ده 84، نازل من 84 ل 70 ريال. الأخضر ده نازل من 120 ل 100 ريال، 2 كيلو برضه، ده الحجم الكبير اللي هو الخير 2 كيلو. الأحمر ب70 بدلا من 84، والأخضر 100 بدلا من 120. في قهوة سعودية أصلية اللي قدامنا دي 0.5 كيلو، المرسال اسمها مرسال، نازلة من 31 ل 27 ريال، قهوة سعودية أصلية. في قهوة الخير سريعة التحضير برضو نازلة، الباكت فيه 30 حبة في 10 جرام، نازل عليهم عرض من 63 ل 40 ريال، من 63 ل 40 ريال. في متنوع بقى، في خلطات متنوعة. دي عروض العروض يعني أهم العروض الموجودة في القهوة في بند. نشوف لو في عروض تانية هنا، في بس هي العروض دي. في عروض اللي هي كبسولات قهوة،
ويلسون دي نازل 51 جرام، الاتنين حبة الواحدة 51 جرام نازل عليها عرض 40 بدلا من 48 ريال، اللي هي الكبسولات دي كل العروض بقى اللي هي موجودة فيه الأيام. عرض قوي جدا في النسكافيه اللي هو 3 في 1، عرض كمية أكثر سعر أقل لو خدت باكت واحد، الباكت فيه 30 حبة في 20 جرام، لو خدت واحد بس ب45 بدلا من 55، لو خدت اتنين ب76، 76 الاتنين ب76، يعني الواحد بكام؟ ب35 مثلا، 35، لا الواحد ب يعني ممكن 38 كده أو 36، يعني في خصم كبير جدا لو خدت اتنين، 76، لو خدت واحد 45 ريال، اللي هو نسكافيه 3 في 1 الأحمر. عرض قوي جدا كمان هنا على قهوة ديفيدوف، الواحدة 100 جرام نازل حصري للأعضاء، كمية أكثر سعر أقل لو خدت واحدة فقط ب23 بدلا من 34، لو خدت اتنين 40 ريال بدلا من 68 ريال. ده نوع برضو من القهوة نزل عرض حلو جدا، كمية أكثر سعر أقل. في برضو عروض هنا على الكاكاو، كاكاو شركة فوستر كلاركس، الحجم بتاعه كام؟ الحجم بتاعه 227 جرام، نازل من 35 ل 20 ريال، من 35 نازل 20 ريال. برضو في عرض هنا على النسكويك، النسكويك ده حجمه 500 جرام، نص كيلو، نازل من 43 ل 30 ريال، اللي هو النسكويك كده. في كاكاو وفي نسكويك. عروض المشروبات في اللي هو عروض البيبسي، البيبسي اللي هو 1 لتر نازل من 5 ريال ل 4.5، بيبسي، مريندا، دايو، سيفن اب، كل الانواع نازل من 5 ريال ل 4.5، اللي هو 1 لتر. كمان في عرض على الكنز اللي هو الكرتون في 24 حبة في 325 ملي، نازل من 56 ل 54 ريال، نازل من 56 ل 54 ريال. ده عرض على مشروبات البيبسي. عروض على الكولا بقى فيه الانواع، النوع اللي هو نازل عرض اللي هو 2 لتر و20 ملي، لان فيه نوع 2 لتر و25 ملي مش هيكون عليه العرض. نازل بقى على الكولا الزيرو والكولا العادي والبرتقال اللي هو الفانتا والحمضيات، كل ده نازل 2 حبة ب12 ريال، يعني الواحدة ب6 ريال. عرض حلو جدا جدا بدلا من 15 ريال، لو رحت البقالة هتلاقيها ب9 ريال، هنا الواحدة ب6 ريال. في كمان اللي هو اللتر الكولا والإسبرايت والفانتا ب4.5 برضو بدلا من 5 ريال، عرض حلو جدا. في كمان اللي هو اللتر اللي هو المريندا والحمضيات، وطبعا التفاح الأخضر ده من أحلى الأنواع الموجودة، اللي هو التفاح الأخضر والمريندا البرتقال والحمضيات وال سيفن والبيبسي اللايت والبيبسي العادي، اللتر كله نازل من 5 ريال ل4.5 ريال، 4.5 ريال. عروض العصائر بقى في اوريجينال 1 لتر و400، الاتنين حبة نازلين من 15 ريال ل13 ريال، كل الانواع منه، في المانجو، في البرتقال، في الفواكه المشكلة، في طبعا الجوافة من أحلى الأنواع الموجودة فيه، الاتنين حبة نازلين من 15 ل13 ريال. كمان هنا عرض على عصير المراعي اللي هو 140 ملي، الكرتون فيه 18، كمية أكثر سعر أقل لو خدت كرتون واحد ب16 ريال بدلا من 18، لو خدت 2 كرتون ب28، يعني الواحد ب14 ريال. ده اللي هو عصير المراعي 140 ملي، الكرتون فيه 18، فيه البرتقال وفيه التفاح وفيه انواع كتير جدا، هو نفس العرض، يعني العرض متنوع. عرض برضو هنا على سينتوب اللي هو العنب والتفاح، كل الانواع يعني متنوع، اللي هو حجمه كام؟ حجمه 180 ملي، 180 ملي الكرتون فيه 18، نازل من 29 ل 26 ريال، 26 ريال.
في كمان اللي هو الحجم الكبير اللي هو 250 مللي، الكرتون فيه 18 نازل من 38 ل 34 ريال، برضو اللي هو السين توب او سين كولا برضو نازل من 38 ل 34 ريال، اللي هو 250 مللي في 18 حبة، برضو من العروض الموجودة في العصائر الكرتون. عروض الكرتون برضو عصائر الكرتون في الربيع، الربيع اللي هو حجمه كام؟ حجمه 120 مللي، 120 مللي في 24 حبة، كرتون فيه 24 حبة، فيه التفاح وفيه تفاح وعنب وتوت وفواكه مشكلة، نزل عرض من 23 ريال ل 20 ريال. في الحجم الكبير اللي هو 200 مللي في 18 نازل من 34 ل 31 ريال، برضو عصير الربيع متنوع. عروض العصائر الطازجة، في عصير المراعي الاتنين حبة نازلين من 24 ل 17 ريال، الواحدة لتر و400، كل الأنواع من المراعي الاتنين حبة ب17 بدلا من 24 ريال. ده المراعي. في ندك ب9 ريال، الواحدة ب9 ريال جاية من الشركة كده ب9 ريال، يعني الواحدة لتر ونص، لتر ونص. دي العروض اللي هي على العصائر، مفيش عروض تانية غير اللي هي المراعي دي.